الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما دالة الطلب ومتوسط التكاليف وتعظيم الأرباح، أي المقصود هنا أنني سأستخدم الآن دالة الطلب ومتوسط تكاليف الكلية في معرفة الكمية التي تعظم أرباح المنشأة. Demand, average cost, and profit maximization for a firm. على بركة الله نبدأ. الآن لنفترض وجود دالة الطلب الآتية على سلعة ما ومتوسط تكاليف الكلية لإنتاج الكمية Q منها، من السلعة يعني. هذا الآن دالة الطلب هنا، لكن لاحظوا لي إنه السعر price، هذا السعر معطى بدلالة الكمية المباعة أو الكمية المنتجة. The price هنا السعر يساوي 45 ناقص نصف الكمية. طبعا العلاقة سلبية بين السعر والكمية المطلوبة. هنا لاحظوا لي 45 سالب، هاي الإشارة السالبة بتقول إنه العلاقة عكسية بين Q و P بهذه الحالة. فهذه دالة الطلب. يمكن لنا في شكل آخر لكنه لا يختلف بالجوهر أن نضع الكمية المباعة بدلالة السعر، لكن هنا آثرنا أن نستخدم هذا دالة الطلب العكسية اللي هي P تساوي 45 ناقص نصف Q. الآن هذه Average Total Cost، هاي المعادلة الثانية، متوسط التكاليف الكلية Average Total Cost تساوي مربع الكمية ناقص 8 في الكمية زائد 2 قسم على الكمية زائد 57، يعني Q تربيع سالب 8 Q زائد 2 على Q زائد 57. هذه دالة متوسط التكاليف الكلية أو function اللي هي average total cost function. من هذه الدالة الآن يمكننا استخدام هذه المعادلات هنا وهنا في حساب أعظم الأرباح كما يلي. أول شيء نحتاج إلى حساب ما يسمى بالتكاليف الكلية. التكاليف الكلية حسب معرفتنا من مبادئ طلب جزئي تساوي، يعني لأنه هذا average total cost أو متوسط التكاليف الكلية يساوي التكاليف الكلية مقسم على الكمية، ما يعني إذا ضربنا ضرب تبادلي بيطلع عندي الآن الجواب التالي هنا. التوتال كوست هنا الكلفة الكلية تساوي متوسط الكلفة الكلية أو التكاليف الكلية مضروب بالكمية. لاحظوا الآن هاي المعادلة هنا Q تربيع ناقص 8 Q زائد 2 على Q زائد 57 اللي هي متوسط التكاليف الكلية. إذن هذا الجزء فQ خارج القوس هنا. عندما نضرب الآن ندخل يعني الQ داخل القوس هنا، بعطيني كيو تكعيب سالب 8 كيو تربيع زائد 2 كيو على كيو زائد 57 كيو. هاي كل هالدالة هذه اللي هي التكاليف الكلية أو دالة التكاليف الكلية. لاحظوا هنا أحبتي بأن 2 كيو على كيو، إذن سنختصرها بعد قليل، هذه بتم عندي فقط 2 لوحدها. نتابع بناء على ذاك الآن ما يسمى بالتوتال ريفينيو تي آر، الإيرادات الكلية، هذه توتال ريفينيو أو الإيرادات الكلية تساوي حاصل ضرب السعر في الكمية. أي الآن يعني أكرر هنا، هي الإيرادات الكلية تساوي ماذا؟ السعر P في الكمية المباعة والمنتجة كمان. ما يعني الآن الإيرادات الكلية إذا ضربنا P هنا، لاحظوا لي هاي P اللي هي 45 ناقص نصف Q، هيها مضروبة في Q، هذه Q. عندما ندخل Q داخل القوس بيطلع عندي 45 Q ناقص نصف Q تربيع. يعني إلى الآن توتال ريفينيو تساوي P في Q، فهاي الآن داخل القوس هي P السعر من هنا، وQ ضربناها بيطلع عندي 45 Q ناقص نصف Q تربيع أو مربع Q. أوكي، منتابع هلأ. بناء على ذلك لاحظوا لي المارجنال ريفينيو، هاي الإيراد الحدي، الإيراد الحدي مارجنال ريفينيو يساوي المشتقة الأولى للتكاليف للإيرادات الكلية نسبة إلى الكمية. نأخذ المشتقة الأولى 45 بتروح هذه تصبح 1 صحيح، بما أنه الآن نصف كيو تربيع إذن 2 تصبح تضرب في النصف فبطلع عندي سالب 2 في نصف 1 صحيح، بطلع عندي كيو. إذن المارجن ريفينيو اللي هي المشتقة الأولى للإيرادات الكلية بالنسبة للكمية تساوي 45 ناقص Q، هاي الإيرادات الحدية، الإيرادات الحدية
مارجنال ريفينيو. اما التكاليف الحديه مارجنال كوست، مارجنال كوست يساوي مشتقه التكاليف الكليه ديريفيتيف اوف ذا توتال كوست ويز ريسبكت تو كيو، او مشتقه التكاليف الكليه نسبه الى التغير في كيو تساوي الان لاحظوا من هنا هذه كيو تصبح 3 كيو تربيع، هاي 3 كيو تربيع هنا ناقص 8 كيو تربيع تصبح ناقص 16 كيو. بما انه الان عندي هنا هاي الان تذهب مع هذه الكيو، هذه تختصم هذه فيصبح 2 لحالها موجوده بما انه ثابت 2 فاذا تصبح صفرا، ومشتقه 57 كيو بالنسبه لكيو تساوي 57. اذا هذه المارجنال كوست او التكاليف الحديه. اذا عندي معلومات الان عن الايرادات الحديه 45 ناقص كيو، ومعلومات عن التكاليف الحديه 3 كيو تربيع ناقص او سالب 16 كيو زائد 57. نكمل مره اخرى، هذه بي تساوي 45 ناقص 2 نصف كيو، يعني السعر في دالة الطلب تساوي 45 ناقص نصف كيو، وعندي توتال ريفينيو او الايراد الكلي تساوي السعر في الكمية. هنا اعدنا هنا التوتال ريفينيو او الايراد الكلي يساوي بي، هذه 45 ناقص نصف كيو مضروبة في كيو تساوي 45 كيو سالب نصف كيو تربيع. الان ما يعني انه المارجن ريفينيو كما ذكرنا قبل قليل يساوي المشتقة الأولى لكل الإيرادات، يعني إيرادات كلية نسبة إلى التغير في كيو وتساوي 45 ناقص كيو. أما الآن الأفريج توتال كوست هذا هو كيو تربيع سالب 8 كيو زائد 2 كيو 2 على كيو زائد 57. عندما نضرب الآن لاحظوا لي توتال كوست، يعني نحتاج أن نستخدم الأفريج توتال كوست أو متوسط التكاليف الكلية حتى نستخرج او نشتق التكاليف الكليه، تساوي الافريج توتال كوست ضرب كميه. هذا الان داخل القوس هو الافريج توتال كوست مضروب في الكميه هي كيو، اعطتني كيو تكعيب سالب 8 كيو تربيع زائد 2 كيو على كيو زائد 57. الان عندما نختصر هنا هذه تختصر مع هذه تعطينا النتيجه النهائيه او قبل النهائيه كيو تكعيب سالب 8 كيو تربيع زائد 2 زائد 57 كيو. لكن المارجنال كوست، هذا المارجنال كوست مشتقة التكاليف الكلية نسبة إلى التغير في كيو تساوي 3 كيو تربيع سالب 16 كيو زائد 57. هذا يعني المارجنال كوست التي حسبناها قبل قليل التي سنستخدمها بالحسابات. نتابع على بركة الله. تعظيم الأرباح يستوجب ماذا هنا؟ يستوجب الشرط التالي بأن تكون الإيرادات الحدية marginal revenue مساوية للتكاليف الحدية marginal cost. إذا marginal revenue must equal marginal cost من أجل تعظيم الأرباح. هنا ما هي marginal revenue؟ ذا هاو marginal revenue يساوي 45 سالب كيو، وعند marginal cost يساوي 3 كيو تربيع سالب 16 كيو زائد 57. إذا هاي الطرف الأيمن هنا يساوي الطرف الأيمن هنا، وأنا الآن 45 سالب كيو هذه تساوي الطرف الأيمن هنا اللي هي 3 كيو تربيع زائد 16 زائد 57. بحسبة بسيطة يعني بعض يعني بدي أنقل الآن 57 الطرف الأيمن وكيو الطرف الأيمن بكون كل المعادلة تساوي صفرا. هذا يعني بأن 3 كيو تربيع سالب 15 كيو زائد 12 يساوي صفرا. بس فقط اني نقلت ال 54 ال 45 الى الطرف الايمن ونقلت كيو الى الطرف الايمن فاصبح الان الطرف الايسر او الايمن كله يساوي صفرا. اذا 3 كيو تربيع او 3 كيو تربيع سالب 15 كيو زائد 12 يساوي صفرا. الان هاي نحتاج الى معرفه بالضبط ما هي الكميه كيو التي تجعل هذه المعادله تساوي صفرا بتحليلها الى العوامل. نقوم بتحليل المعادلة إلى عواملها الأساسية كما يأتي. هاي الآن التحليل حسب ما تعلمناه بالمدارس الابتدائية. القوس الأول 3 كيو سالب 3، القوس الثاني كيو سالب 4. الآن إذا عوضنا شو مكان بطلع عندي كما يلي: 3 كيو سالب 3 تساوي 0 أو كيو سالب 4 تساوي 0. معنى ذلك بأن كيو إما تساوي 1 صحيح في هذه الحالة أو أن كيو تساوي 4.
إذا عوضنا واحد صحيح هنا أو أربعة هنا، هاي المعادلة تتحقق اللي هي تساوي صفرا. فالسؤال أيهما نختار حتى نعظم الأرباح، الكمية كيو تساوي واحد أم كيو تساوي أربعة لا تعظم الأرباح؟ نتابع. السؤال مهم، أكرر هنا، أي من الكميتين يحقق أعظم الأرباح، كيو تساوي واحد أم كيو تساوي أربعة؟ تكمن الإجابة في معرفة أي من الكميتين تؤدي إلى أعظم فرق بين الإيرادات الكلية توتال ريفينيو والتكاليف الكلية توتال كوست، وهو ما نحصل عليه بتعويض كل كمية في دالة الإيرادات الكلية ودالة التكاليف الكلية كما يأتي. أي الآن 3 كيو ناقص 3 تساوي 0، إذا كيو تساوي 1، هاي أول كمية تساوي 1 يعني سنجربها. أما الكمية الثانية كيو تساوي 4، فسنعوض 1 ونرى ما الذي يحدث هنا توتال ريفينيو توتال كوست، ونعوض 4 حتى نستكشف أو نتحقق من أي الكميتين التي تحقق عظم الأربعة. وأنا بتلاحظوا أنه توتال ريفينيو في حالة أن كيو تساوي 1، 45 كيو سالب نصف كيو تربيع تساوي، بدل الآن كيو أعوض الواحد هنا، فبطلع عندي 45 مضروب في واحد سالب نصف في واحد تربيع، أوكي؟ إذا بطلع التوتال ريفينيو أو ما الإيرادات الكلية تساوي 44.5. أما التوتال ريفينيو في حالة إنه عوضنا بدل الكمية 4، عندي 45 كيو سالب نصف كيو تربيع، عوضنا بدل كيو 4 4 هنا، اذا 45 في 4 سالب نصف في 4 تربيع يساوي 172. حتى نتحقق انه اي كميه لابد من حساب التوتال كوست او الكلفه الكليه. هذه الكلفه الكليه في حاله انه افترضنا بان الكميه الواجب انتاجها وحده واحده، فبتكون الكلفه الكليه تساوي 52. أما إذا افترضنا بأن الكمية الواجب إنتاجها هي 4، بيكون بالحالة هاي التوتال كوست يساوي 162. فأيهما الآن 1 أم 4 الذي يجعل فرق بين الإيرادات الكلية والتكاليف الكلية أعظم ما يمكن؟ دعنا نجرب الآن. هذه الآن باي اللي هي الربح، إذا عوضنا عن الكمية 1 تساوي 44.5، هذه سالب 52 الكلفة عندما تكون الكمية 1، وبالتالي بعطيني ربح سالب القيمة 7.5. لاحظوا لي هنا 7.5، ما يعني بأن الآن المنشأة لا تحقق أرباحا إذا أنتجت وحدة واحدة. أما إذا أنتجت 4 وحدات فبكون الربح باي مقابل 4 وحدات تساوي 172، هذه 172 سالب 166 بعطيني هذه القيمة، هذه هي التي تعطينا ما يسمى بأعظم الأرباح. إذن يجب على المنشأة أن تنتج 4 وحدات، ربما الوحدات بالآلاف الأطنان أو بالملايين، المهم 4 هو رقم مجرد هنا. الكمية كيو تساوي 4 هي التي تعظم أرباح الشركة، وأرباح الشركة أو المنشأة بتكون 6. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.